يوم كامل يمر اليوم على صفحة الرأي. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم صفحة الرأي. يعني إيه صفحة الرأي؟ يعني إيه شعب؟ أنا كتبت كلمة الشعب كتير جدا، أول مرة أتعلم معنى الشعب كان في بداية التحرير. منذ عام من اليوم أتينا من هذا المكان، وعندما دخلنا استوديوهات سي بي سي حاولنا منذ اللحظة الأولى أن نأخذ الميدان إلى الاستوديو أو نأخذ الاستوديو إلى الميدان، تصبح سي بي سي هي أول نافذة مصرية تطل على الميدان وتقترب من عالمه الخاص. ومنذ ذلك الحين وصفحة الرأي يبحث عن أعمق ما في الشعب المصري وأنبل ما في تكوينه. اللي أنا قلته دوت يمكن حضراتكم ما فهمتهوش، بس في تقريبا 10 مليون مواطن مصري فهموه. اليوم صفحة الرأي بتحاول انها تبين شيء جميل جدا في مصر اسمه الشاعر صلاح عبد الله. عصفور كفيف من الفرحة غنى ورقص، مهما تقرص بينسى انه تقرص، يا خوفي تعرف لو تفتح عينيك ان انت مش على غصن، ده انت في قفص. ولم يتوقف صفحة الرأي عند هذا الحد، بل كان أيضا منصة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، حتى إن الآراء التي ناءت صفحات الجرائد عن حملها وحجبتها أصابع الرقابة الخفية كانت صفحة الرأي تفتش عنها وتوجه عليها الأضواء الكاشفة. صدر إليه أمر من جهة لم يحددها بوقف استكمال الطباعة ووقف توزيع الجريدة، ثم تطور الأمر إلى فرم الأعداد المطبوعة. اتقال إنه السبب موضوع منشور على صفحة 9 عن سيديهات المخابرات العامة. مشكلة يا شباب؟ لا، جت سليمة خلاص. وفي الفترة ما بين يوليو من العام 2011 ويوليو من العام 2012 قدمت منصة صفحة الرأي علماء وفنانين وأدباء وكتابا وسياسيين وإعلاميين ومرشحي رئاسة. خلينا في المرشحين السبعة اللي حضرتك قعدت معاهم. أما طبعا دول ناس مرشحين محترمين كلهم. لمن تعطي صوتك؟ يعني وحضرتك مش هتدي صوتك لنفسك؟ أنا مش هدي صوتي لنفسي فعلا. أستاذ محمد صبحي، كنا وصلنا للقيم التي توارثناها وعن ما بقي من هذه القيم وعما نحاول أن نحافظ عليه من هذه القيم، مش كده ولا ايه؟ اتكلم في السياسه احسن بقى. انا اذا وقعت نفسي يعني. والى جانب نجوم السياسه والفكر والفن، تمكنت صفحه الراي بفريقها الصغير وامكاناتها المحدوده نسبيا ان تصل الى رجل الشارع المعدم على اطراف المدن وفي هامش المجتمع، لكي يصل رايه وقضيته الى صناع القرار في هذا البلد. وخير بلادنا ماهوش بإيدنا، قولي عن أشياء تفيدنا وبعدها ابقى لوم عليا، أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق مالكش حق تلوم عليا. عندكم اعلام فلول برضو؟ هو يعني هؤلاء يملكون القطاع الاوسع من الاعلام. عبد الرحمن، الميدان بيتعرض لغازات مسيله للدموع، يعني ضرب بكميات كبيره، ونحن هنا في استوديو سي بي سي يعني وضعنا صعب شويه. انت بتقول لبابا على اللي انا قلته؟ انت بتقول له ليه؟ انا هنا الرئيس، انا اللي اقوله اتعمل فورا. المخلوق ابص للرئيس الاقيه بيبص في الشجر في الجنينه. وبعد هذه الرحله القصيره بين الاستوديو والميدان والشارع، يغادر فريق صفحه الراي اليوم منصته الاثيره ويقدم من هذا البرنامج الحلقه الاخيره.
أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا النهاردة وهي آخر حلقات صفحة الرأي على شاشة سي بي سي. كان من حظي الطيب أن تكون الحلقة الأخيرة مع واحد من أهم الشخصيات السياسية التي أنجبتها مصر في تاريخها الحديث، دكتور عبد المنعم أبو الفتوح. وأتصور أننا في صفحة الرأي أنا وفريق العمل حاولنا طوال العام الماضي أن نجعل من صفحة الرأي منبرا لكل الشرفاء من أبناء هذا الوطن، خاصة الذين لم يكن لديهم القدرة على أن يظهروا قبل ثورة يناير المجيدة بالشكل اللائق بهم وبما يحملونه من قيمة حقيقية لمصر العزيزة. بعد عام من ظهور صفحة الرأي نودعكم على وعد وأمل باللقاء قريبا إن شاء الله في مكان آخر. أنا بترك سي بي سي وأنا سعيد جدا بالفترة اللي قضيتها هنا، وذكرياتي عن هذا العام وهذا المكان مليانة حاجات جميلة جدا. كل الناس هنا حبايبنا، العمال، الموظفين، السواقين اللي بيجيبوا الضيوف، الناس الجميلة اللي ورا الكاميرا، الناس بتوع البوفيه اللي هارونا شاي وقهوة ونسكافيه لحد ما خلصنا من النسكافيه اللي في البلد، الجميع إخواتي وحبايبي وزملائي وشركائي في هذا العمل. بشكر إدارة سي بي سي على ما قدمته لصفحة الرأي، وبشكر كل من قدم كلمة نقد صادقة وصارحنا بملاحظاته ومآخذه على ما نقدم. ده كان له أكبر الأثر الحقيقة في توجيهنا دايما نحو الأفضل. وبشكر بشكل خاص فريق إعداد صفحة الرأي، الأستاذ محمد طلبة رئيس التحرير، الأستاذ ياسر جمال والأستاذ محمد عبد الناصر. هذا البرنامج ربما يكون من البرامج القليلة اللي كان العمل فيه جماعي بشكل كامل، وهذا البرنامج لم يكن برنامجا لنجم، وأنا أعترف وأحب أن أسجل في هذه اللحظات إن كل ما تم في هذا البرنامج كان عملا جماعيا بامتياز. قبل ما أسيبكم عايز أقول إننا اجتهدنا على قد ما قدرنا في تقديم الأفضل، اجتهدنا في الالتزام بمعايير العمل الإعلامي ومهنيته، اجتهدنا أن نكون حياديين فيما يستوعب الحياد، وأن نكون منحازين جدا فيما لا يستوعب سوى الانحياز. حاولنا توجيه انحيازاتنا طول الوقت في اتجاه الناس، لا ننحاز إلا لهم ولا نعمل إلا من أجلهم، لأن الناس هي اللي قعدتنا على المكان ده بعد ما كنا ممنوعين من المرور قدام استوديو من استوديوهات التلفزيون. لكننا في النهاية بشر، وكما قالت بعض هذه الاجتهادات لتحقيق نجاحات من الطبيعي كمان انه يكون في اخفاقات، ولذلك احنا بنعتذر لاي حد ناله من صفحة الرأي ما لم يعجبه او ما رآه منافيا للحقيقة، ونرجوه انه يسامحنا ويغفر لنا، لاننا كما قلت كنا طوال الوقت نتحرى الصدق ونبحث عن الحقيقة وعن كلمة الحق المرة التي لم نخش فيها يوما واحدا لومة لائم او هكذا نتصور. وأخيرا أتوجه بالشكر للمشاهد الكريم الذي رافق رحلة صفحة الرأي من اليوم الأول، يوم 2/7/2011 الساعة 9:30 مساء، كانت أولى حلقات هذا البرنامج الذي ينتهي الآن في الساعات الأولى من فجر 14/7/2012. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، وأتمنى أننا نكون وفقنا بالقدر الكافي، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون دائما على قدر مسؤولية الكلمة وشرف تبلغها للناس. نشوفكم على خير قريبا إن شاء الله. لكم مني أنا عبد الرحمن يوسف ومن فريق إعداد صفحة الرأي أجمل تحية، تصبحوا على خير.
الله.